اظن انا بقى كده عداني العيب واذح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري، قلت لها الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى، انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانقي لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500 ولا لا 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 انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال هستنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون؟ لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنت هبلة يا بنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ دمع باشا دمع. لا لا بسكوتش معلش، المرة الجاية يعني مش هنستنفع منك بأي مصلحة. معلش المرة الجاية المرة الجاية. طب شك شك مرزوقة تعالي جنبي، شك شك مرزوقة تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقولك ايه بقولك، خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا. خد لما علي النظارة دي مبصمة، عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمة هدية. بجد؟ والله ماشي. انا موافق. المهم يا جماعة دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكله انك تكلميه. المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أزور يعني ولا ايه؟ ايوه ما مشربهاش وسابها لك انت شربتيه. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف يصح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ هو انا ينفع امتنع عن الاجابه؟ طيب هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو
وهتجيب عربية وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه السقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقى مرتين ان شاء الله. ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان؟ وانت كمان. ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ ايه وانت كمان؟ وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه. ايه ده سيف؟ بقول لك ايه، ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده بس ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي؟ الشمس كلت وشي. انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ده مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر يالا. اتفضل عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه بس دول قرايبي. دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا،
هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلة، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. مشتبه إيه يا ابني دي قنبلة؟ جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري هنموت هنموت يالا! عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفة يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامي سيب النعجة الخروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتمك زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا أنت بتشتم مين يلا؟ خد يا يلا محدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله اهو خروف قوي نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه الحركه دي؟ تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي طوب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي خد يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز انبليفبل. ايه فعلا يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شادة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان؟ غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى الغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالامه دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين.
وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا اه. شفته. عندها حق على فكره، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. متحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه. كنت حاسس اني هاله فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه. مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانية وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقول لك يعني سايسيه كدهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكان شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم أربعة في المهمة رسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي، يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي، هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشو بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه؟ الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك،
يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت وحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هم ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفه يا نونة؟ ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه كل واحد على قد امكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، لا استني عندك واظبطي الكلام، انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انتوا بكره بالليل عند بوابه المينا، ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقول لك ايه يا بت، انت انا اتخنقت من العوجه اللي انت معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، ميك اب واوبشن زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هوادم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا عارف قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مززة. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له اباجوره، ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا معرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟
ايه العشان ده؟ هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل، تعالى بدل مكاني. انت متخلف، انا اجي مكانك؟ مش انا اجي مكانك، ما هي هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاه انا، يعني باصص لي انا. اه يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب؟ طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش، ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي مزعقت، انت اللي نرفزتني. حطي انت. بص بيعمل ازاي يا ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضره عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي، نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطي الكتير وحاجاتي الكتير؟ زلت لسان، غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري مش هديكي بيجامه. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك. بس 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 بليز تفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره وبكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا ولاد زي بعض. بص هو ولاد زي بعض، اول ما بتقولي ولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف،
انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ طعبيت يا ابني ولا ايه؟ شريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه، عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون، مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني، عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني، يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر، في الاخر، في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش السجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. اولا الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، انشر فين انا؟ على فكره الحمام مش ضيق خالص، انت اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني ادمه تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. انت هتحسديني ولا ايه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعه الفاشون، مدام امينه شلبايه قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضه، يا جهله. I doubt ان الست قالت كده، انتي اللي من جهلك فهمتي غلط. متحاسبي بقى يا حيوان، انتي هتوسخيني بقى. بنت انتي اتمسي وقولي يا مثل البتاعة دي مبلولة ممكن اكتم بيها نفسك زي الخالة أمونة عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفة الجرأة فين. شريهان. نعم. انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجاما بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا هاخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتضحك على ايه دلوقتي؟ بس يعني انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش. انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ انا ام سوري، ام سوري. انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى. نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتوني ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه والله. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايدي ما بتتحركش. اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع.
انا مش هعلى. اصحى لي وفوق من نومك، قالوا النار ده تولع نار. هنقول على غيط العنب على الرجاله وعلى ابطال. اضرب جامد ما تهزر، في المعركه بنخش نغنزر. ده اللي يفكر يعدي نار هنطلع احنا متبزر. هنقول على غيط العنب، اسمع سافه واكتر واكتر. شوف بيك لبك بتغني وخمس علينا والله اكبر. اصحى وفوق بلدينا شيري. هنا انت نمتي؟ اه. امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايمه. طب بقول لك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتي مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مش 2 3 4 شد 2 3 4 مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه ثانيه والمديتيشن حاجه ثالثه، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التأمل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجة ايجابية، وتفضلي تركزي قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضية ما فيهاش اي حاجة. طب ما انا اساسا دماغي فاضية ما فيهاش اي حاجة من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضية استافها كده، قصدي فاضية يعني clear، صافية، عندك سلام داخلي، relaxed، لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجة نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبية علينا طول الفترة دي. فكرتيني بنشوة، الله يمسكي بالخير يا نشوة، كانت عاملة زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطية خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ده السفلى عشان انت العليا. حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه. كل حد هيشوفك هيقولك شيريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه. ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضة هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني. حيوانة. انتي بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر يا نيلي اعمل بيبي. يا هبله يا بنت الهبله.
استنى بقى لما اكلمه. الو، ايوه يا عبد العزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه، وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتديله ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجرك كده. اخده على حجري ايه يا حيوانه انت؟ يا ستي انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورد. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين دبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نسا نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو ينط. ما فيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف معرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نازل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل عالباشا. بس هنا يا استاذ، بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقب لنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا احنا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهين خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟ أيوة فاهم طبعا، ما أنا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. أوكي
المخزن اهو. يلا يلا. الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده. هاتي الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي. انت غبي غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. ممكن شيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني، انت يا زفت. ايه، لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بنت يا نونة. اولا انا مش بنت ومش نونة، يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو ايه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروف. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. ابقي بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك.